السلام عليكم. اليوم راح نعدل البشرة في الفوتوشوب. تصوير البورتريهات سواء داخلي باستديو او خارجي، انت دائما تبي تعدل بشره الشخص اللي انت مصوره. ممكن تشيل مثلا حبوب او زلوق، انه تعطي شكل يكون احلى له انه يتذكر فيه الصوره. في وايد اشخاص يسوونه انه يحطون بلير على البشره، البشره تتكون من مسامات. واذا حطينا بلير صار الشخص اقرب ما في تفاصيل بيها. نفس ما راح نشوف الحين بهالصورة، قاعد نشوف ان فيه مسامات هني وفيه شغلات ثانية، ممكن حبوب، ممكن بعض التجاعيد اللي على يبها هذه تبتنشال، اشعارة حبة. فراح نتعلم احسن طريقة لان نشيل هالشغلات هذه، واسم الطريقة Frequency Separation. البشرة تتكون من تفاصيل ولون، راح نعزل التفاصيل ونحطها على لاير، وناخذ اللون ونحطه على لاير، ونعالج كل شغلة بروح. شلون نسوي الحركة؟ أول شيء نسوي لايرين، واحد واثنين، وراح نسمي واحدة Color أو لون، والثانية راح نسميها سكن. أول واحدة نسكرها وننزل على الثانية، نطلع زوم أوت. اللي راح نسوي نروح حق فلتر بلر جاس بين بلر، ونرفع البلر لدرجة أن تفاصيل تبدأ تروح وما يبقى عندنا إلا اللون، ونطق أوكي. نرد حق اللاير الأول ونبطله. طبعا اللاير اللي تحت اختفى بعد ما حطينا اللاير الثاني فوقه، يعني إذا غطينا اللاير اللي فوق راح يطلع اللاير اللي تحت اللي مسوي له بلور، وإذا بطلناه راح يختفي لأن هذه الصورة الأساسية. شو نسوي بالصورة أو مالت السكن أو مالت البشرة؟ راح نروح حق إيمج، ونروح حق أبلاي إيمج. راح يطلع لكم هالديالوج هذا. ناخذ فقرة أو مكان اللي يقول عنه لاير، وناخذ اللاير اللي تحت. احنا شنو قاعد نقول له؟ قاعد نقول له اخذ التفاصيل من اللاير اللي سوينا عليه بلر، والبلند راح نخليه على سبتراك. راح يطلع عندكم 2 على 128، يكون عندكم شغل اوكي، ونطق اوكي. نغير البلند مود حق لينير لايت، وراح تشوفون شنو الصوره ما تغير فيها شيء. ليش؟ عشان احنا عندنا تفاصيل البشره على لاير بروح، واللون على لاير. فلو نحطهم بجروب، ندوس شيفت ونختار، بعدين ندوس كوماند وجي، يصيرون بجروب واحد، ونسكر بطل، ما تشوف اي شيء تغير بالصوره، لان احنا بالاساس لحد الحين ما سوينا اي شيء بالصوره. اللهم اللي سويناه خلينا تفاصيل البشره بلاير بروح، واللون مال البشره بلاير، فبالاساس لحين ما غيرنا شيء. نبطل الجروب ونمسك اول شغله البشره. راح نختار الستامب تول لهذه، ونغير السامبل، نغيره من ممكن يكون عندكم current and below، نغيره حق current layer، وندش زوم ونشوف. الحين إذا بغينا نشيل مثلا هالحبوب هذه، ما علينا إلا نختار هالمكان ونمسح. خلنا بكبر الريشة، ناخذ هالمكان ونمسح، وقاعد ياخذ من هالبشرة ويحطها هني. اللون عندنا تحت مو قاعد يتغير. ليش؟ لان احنا بالاساس ما غيرنا اللون مال البشره، احنا بس قاعد نعدل على السكن او البشره نفسها. ونكمل، نحاول دائما ناخذ
من مكان قريب يم الشغله اللي بنشيلها. يعني مثلا عندك هني ناخذ من هني مكان يمه ونحط فوقه. عندك مثلا هالخط هذا الخط اللي يصير على اليبهة، ناخذ نمسح. اللي قاعد يصير شنو؟ احنا قاعد نشيل اي حبوب او اي شغله نبي نشيلها وقاعد نحط مكانها بشره فيها مسامات، فالشخص ما راح يصير عندكم كانه بعض الصور يصير كنا طوفه. ناخذ من هني طريقة تعديل فريكونسي سيبريشن، هي من واحدة من أفضل الطرق لتعديل البشرة، لأن أنت مو قاعد تشيل البشرة، أنت بس اللهم قاعد تغير من مكان إلى مكان وقاعد تحرك المسامات تبدلها بمكان ثاني. مثلا هنا الحين هذا اللي سويناه على السريع. نسكر الجروب مع بعض ونشوف شلون كانت البشره قبل وبعد. تشوفون كل الحبوب وكل واي تجاعيد كلها راحت، وما صار مكانها مكان بلير، صار مكانها بشره، لان هذا اللي سويناه. احنا حطينا البشره بمكان ثاني. الحين راح نشتغل على توحيد اللون. احنا تونا خلصنا بس اللهم تنظيف البشره، شلنا حبوب او شلنا خطوط مو مرغوب فيها، وهالخطوط اللي تشيلها دائما لازم تكون على حسب رغبه اللي انت الشخص اللي انت مصوره باساسا. الحين راح ندش على توحيد اللون. احنا قلنا البشره تتكون من لون ومن تفاصيل، احنا اشتغلنا على التفاصيل عدلناها، الحين راح نشتغل على اللون ونوحده. شلون راح نسوي كذي؟ ندش على الصورة، يعني قاعد نشوف هني في اختلاف لون، فايش راح نسوي؟ راح نختار اللاوس تول ونخلي الفذرنج ما بين ممكن 24 الى 30، ونختار مثلا المساحة اللي نبي نوحد لونها. واحنا على اللاير مال الكلر ونروح حق فلتر بلر جاسبين بلر ونشوف الرقم اللي راح نحس انه مناسب. طبعا اذا صعدنا فوق وايد راح يسحب اللون من مكان بعيد، واذا نزلنا تحت ما راح تحس باي تغيير. فخلينا نقول 10 ونشوف التاثير. الحين نمسك الاماكن الثانيه، ممكن هالمكان، وندوس مثلا كوماند اف راح يكرر اخر فلتر عملته اللي هو جاسبين بلر، ونكمل نختار مساحات ونوحد لونها. نفس ما شفتوا الحين وحدنا اللون بكذا مكان. نزوم اوت شويه ونشوف صوره قبل وبعد، قبل وبعد. واذا حبينا انه ننزل على الشغل نمسك نروح على الجروب الاساسي وننزل الاوباسيتي شويه، صارت قبل وبعد. هذه طريقه الفريكونسي سيبريشن، ان شاء الله وصلناها لكم بطريقه سلسه وبسيطه وسريعه. تابعونا على قناتنا باليوتيوب فريلانسز، ولا تنسون تعطونا لايك وتكتبون كومنت رايكم بالحلقة او الحلقات الجاية. معكم عبد المحسن الفرج فريلانسز.